كنت أخذ دروس وأنا طالب، وبعد شهور لم أكن أدفع مقابلها للمدرس بسبب ظروف البيت، ولم يكن المدرس يعرف بذلك. الآن أنا كبرت وأعمل، هل أرد المال أو أتصدق به مع العلم أني سوف أحرج من المدرس ومعظم المدرسين لا أعرف أماكنهم حالياً؟ نعم، في مثل هذه الحالات لا مانع من رد هذه الديون في صورة صدقات. الدين القديم إذا تعذر أداؤه لصاحبه لسبب من الأسباب، فأفضل الحلول أن يخرجه صدقة بنية قضاء الدين، وبنية أن يكون أجر هذه الصدقة لصاحب الدين القديم. نعم. فيطلع يشوف مثلا المبلغ اللي كان عليه قد إيه، وميزانه الآن قيمته الآن تساوي قد إيه، ويطلع الفلوس دي للفقراء والمساكين بنية الصدقة عن المدرسين اللي لهم عليها هذه الديون، وإن شاء الله يجزئه ذلك عند الله رب العالمين. طيب لو هو دلوقتي يا دكتور حضرتك احنا حطيناه في إطار ان هو دين، تمام، هو انا عشان اعترفت بيه تحول لدين والحيلة دي راحت، ولا ممكن كمان اللي خد مال مش من حقه من ورا حد ومش عارف يوصل له ينفع تنطبق عليه هذه المسألة؟ ما احنا بنضع ده كمبدأ، تمام، لكل ما كان في ذمتك لغيرك. أيوة. اللي ذمتك مشغولة بيه، سواء حق لم تؤديه، ولا دين لم ترده، ولا عمل أخدت أجرته ما نفذتوش وما كملتوش، أيا كانت الصورة، تمام، ومش عارف توصل لصاحب الحق ده، آه. خلاص الإنسان تاب وأناب إلى الله ويريد أن يبرئ ذمته، بس أنا مش عارف أوصل للراجل اللي قابلته في الأردن زمان ده أعمل إيه؟ آه. تمام؟ يبقى اللي نملكه الآن إيه؟ أنه نتصدق بهذا المال بنية أنه الصدقة تكون لصاحب الدين، لعل ذلك يبرئ ذمتنا أمام الله يوم نلتقي أمام ميزان الحكم العدل سبحانه وتعالى في الآخر. تمام يا دكتور، جزاكم الله خيراً.